النهارده كنت عايز كابتن الكلب الشك حيموتني هتتباس يعني هتتباس هنقفل الاوضه بالترباس وتتباس يا عباس كل مرحله ليها مفاداتها وتوجهاتها وبنيتها الاساسيه ايوه بالظبط فكرتش تحط مانيكير على الجلافز بتوعك تصدقي فكرة؟ لا محدش بيستخبى من الوضع ورايح يا حيوان يا متكلم انت اطرش يا حيوان زمان بقى هزو لا هزو هداك بس اللي بهز بس تعز ابوك تعو هزو ابوك الله يبعت لي حمى بس عفوا بحرام يا حمى لا من قبل نوم العوازل كان السلام بالإيد صباح السلام بالكتابة من بعيد لبعيد ده الحب بالقلب مش لازم سلام بالإيد ألو إيه يا ابني أنت فين ساعة ما لقيتكش في الأوضة والله كنت مخنوق كده شوية قلت أخرج خرجت رحت فين أبداً رحت الصالة الصالة؟ طيب ماشي انا اقوم البس بس مسافه السكه واجي انا وصلت الصاله انت فين لقيتك اتاخرت عليا قلت بقى ما اتمشى لحد البلكونه كده محضر لك حته سهره النهارده انما ايه ايه هنروح فين المطبخ دلعني مش يكلمني مع راجل سافل زي ده عن اخلاق او احترام رحم الله امرئ عمل الناس على قدر عقولهم يعني في اخر حياتي معدي الخمسين مركب دعامة خلاص خلاص يعني يا هبل يا ابن الرقاصة زاد عاد انت هون عاد انا شاكك انت ابن حرام انت مش ابني يا با مش هودي ايدي عند وش مبدئيا طب لو انا مثلا سامحوني بقى في اللي جاي انا في النهايه احنا بقينا كلنا يعني ايه البساط احمدي بنتكلم براحتنا يعني طب عايز مثلا ايه عايز اهرش مراخيري هتموتني عايز اهرش هعمل كده اهي خلاص اديني هرشت طب عيني يا حبه عيني رمش عينه يعني عايز ادعك هعملها كده مثلا Thank you.
عكم على طول عكم وديله في وش اوكي علاوي تعال حبيبي تعال تعال شوف عمتك جايه من الصين تعال 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 مودينا في داهية هم دول اللي مودينا في داهية والله العظيم هم دول يعني الساعة 9 وهم دول اللي مودينا في داهية مفيش حظر ولا مين انا هفرقك والله العظيم انا هفرقك هيا جل باص مع السلامة يا ابا دير بالك على امك ها دير بالك على امك ها يلا بخاطرك اخوي مع السلامة يلا بخاطرك مع السلامة يا جاد الله يطول عمرك نرجع بالسلامة ان شاء الله طريق السلامة الله معك دير بالك على حالك طريق السلامة الله سهل عليك دير بالك على حالك يلا بخاطرك السلامة السلامة دير بالك على حالك ما بتخش وصايا جيران ها؟ ما بتخش وصايا على هالولاد. يلا بخاطرك يا شباب يروق على بعض في الحارة ها؟ يلا بخاطرك. طريق السلامة. الله معك. مع السلامة. الله معك الله يوفقك. يلا بخاطرك. صدق خليك زي ما انت. تعال. الله حط امك ارفع عليك. بهوايا بهوايا شركة ايد انا هعمل كأني بقف بالتالي انت قاعدة معايا طبعا انا قررت اطلع غني في الشباك اشوف حتى يرد عليا ولا لا تسيبيني يا جماعة أنا كنت في الشارع وقلت أقول بهوايا عشان الناس ترد عليا بأول ما أقول بهوايا لقيت الأمين قال لي تعالى أنت بروح أمك قاعد معايا في البوكس هديك كوباية إداني علقة موت هو حد يعملها وربنا اللي بيمسكوه بيفهم أنا رايح فين
متش انا ايوه ما متش في بعدك انا ما متش كورونا يا سنه وسخه يا سنه انا غلطان انا جيت لك اصلا انا ارجع 2019 احسن بصوا 2019 ولا بقى رش ولا الكلام ده سلام عليكم